بعد الجدل الكبير الذي حصل بسبب دورها الجريء في فيلم أصحاب ولا أعز، بدأ الحديث عن الأجر الذي تلقته الممثلة المصرية الشهيرة منى زكي. وفي التفاصيل، تعرضت الممثلة المصرية منى زكي لحملة شرسة بسبب مشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز وبعض مشاهده، ما وضعها في مرمى الانتقادات، وهو الحوار الجريء الذي قامت به في دور مريم. ولعبت منى زكي في الفيلم الذي عرضته إحدى المنصات دور مريم التي تقيم مع زوجها في لبنان وتعاني من بروده العاطفي وابتعاده عنها لفترة طويلة. في مراحل بعض لاتهامها بنشر الفسق والفجور، واعتبر البعض الآخر أن احترافها بالتمثيل بدا واضحاً وهي التي تلعب غالباً أدواراً محافظة. وحسب المصادر الفنية، تقاضت الممثلة منى زكي مقابل دورها في الفيلم ما يقارب $1,000,000. ومن ناحية أخرى، كانت فاجأت الممثلة المصرية منى زكي الجمهور بحديثها عن فيلم أصحاب ولا أعز، حيث قالت إنها مستعدة للمشاركة في اللعبة. وفي التفاصيل، علقت زكي على الانتقادات التي طالتها بسبب دورها في الفيلم قائلة: اللعبة أكيد ألعبها في الحياة العادية، ما عنديش أي مشكلة، لأن أنا ما عنديش أسرار رهيبة في حياتي خالص. كذلك تحدثت منى عن مدى الشبه بين شخصيتها الحقيقية وشخصية مريم التي جسدتها في الفيلم، وأشارت: قدرت أحس قوي بالشخصية لأني تعايشت فيها مع ناس أصحابي وناس حواليا كتير. هذا وبعد كل ما حصل معها من جدل وانتقادات من قبل البعض بسبب فيلم أصحاب ولا أعز، ها هي الممثلة المصرية منى زكي تواسي ابنتها بسبب الكلام الجارح الذي طالها أيضاً. وفي التفاصيل، شاركت الممثلة المصرية منى زكي متابعيها منشوراً على خاصية الستوري على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: حيث وجهت منى رسالة إلى ابنتها وقالت: إلى ابنتي، قد لا أكون قلتها بشكل كاف، لكن لا أتخيل الحياة بدونك، تجعلينني أضحك، فخورة بك وأحبك أكثر من أي شيء، طفلتي الصغيرة الجميلة. كما نشرت منى زكي رسالة أخرى كتبت فيها: لهؤلاء الذين يأخذون الحياة يوما بيوم، وشكواهم قليلة، وممتنين لكل الأشياء الصغيرة في الحياة، أجعل يومك مشرقا بالابتسامة.